جزاء ثانية، ركلة جزاء ثانية في أقل من 5 دقائق، ركلة جزاء ثانية. وهذا فرانك ريكارد أيضا مدرب المنتخب السعودي الأول يتابع هذا اللقاء. إعادة للكرة الماضية واللقطة الماضية وبالتالي ركلة جزاء. عبد الرحمن العمري أيضا حكم اللقاء يعتبرها الأكرة ركلة جزاء، وخطأ على أيضا حمد منتشري يعتبرها أيضا خطأ على حمد المنتشري، وبالتالي ركلة جزاء، ركلة جزاء للشباب في أقل من 5 دقائق من ركلة جزاء. الاتحاد يأتي بالخطأ، هو حمد المنتشري. هذه تغطيه، هذه عملية تغطيه من حكم المباراة في اللقطة الماضية. هل حمد المنتشري كان قاصد أم مقاصد؟ عملية تغطيه في يد حكم المباراة عبد الرحمن العمري في اللقطة الماضية، وبالتالي الشبابيين أعصابهم مع هذه الكرة، مع ركلة الجزاء. ديمتري دراضي هدوم يتمنى التعادل في هذه اللحظة. ناصر الشمراني يطلب لاعب من الاتحاد، هو العمري أيضا، عبد الرحمن العمري أيضا حكم اللقاء، هو زياين في تحضير شفي من جانب أيضا حكم اللقاء لزياين الجزائري. لكن ركلة جزاء شبابية، والشباب يتابع في استاد الامير فيصل بن فهد في الرياض. الكره الثابته واللعبه الثابته، ومن الهداف؟ الهداف ناصر الشمراني. ناصر الشمراني تعادل الشباب والاتحاد في هذه الكرة، وركلة جزاء يسجلها ناصر الشمراني. 1-1 تعادل إيجابي. أيضا ركلة جزاء يسجل الشمراني.